مساء الخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو حلو جدا. لو انت عايزه تطولي رموشك وتكثفيها بسرعه ركزي معايا في الوصفه دي. ما تنسوش بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بقدمها، وانتظروني في فيديوهات ووصفات جديده هتعجبكم ان شاء الله. يلا نبتدي مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا ونشوف المكونات بتاعتنا ايه وطريقه استخدامها. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا عشان الناس اللي بتبقى عايزة تطول رموشها وتكثفها. يلا نبتدي مع بعض ونشوف الوصفة بتاعتنا ايه. معانا معلقة زيت خروع، معلقة زيت خروع، تمام كده. طبعا زيت الخروع مفيد جدا ويعني فعلا مفيد جدا لتطويل الرموش. ومعانا كمان معلقة زيت اللوز الحلو، يبقى معلقه زيت خروع، معلقه زيت اللوز الحلو، تمام. هنقلب الاثنين مع بعض. وهنجيب معانا كمان المكون بقى اللي هو الاخير بتاعنا. الوصفه دي حلوه جدا في تطويل الرموش وتكثيفها، من ثالث استخدام هيبان النتيجه. هنجيب كمان معلقه عسل نحل، يبقى معلقه زيت خروع، معلقه لوز حلو، معلقه عسل نحل. هنبتدي ان احنا نقلب الوصفة دي، الخليط ده مع بعضه. هنقلبه مع بعض كويس جدا. وبعد كده بقى هقول لكم على طريقة الاستخدام. احنا بنستخدم الوصفة دي ازاي؟ هنجيب مسكرة قديمة، مسكرة قديمة، وهنغسلها كويس جدا، مش عايزين فيها اي بقايا او اي حاجة. وهنبتدي ان احنا نحطها في الخليط ده ونمشي كده على رموشنا من تحت لفوق. هنجيب المسكرة وهنبتدي من تحت لفوق زي ما قلتلكو، هنبعد عن الجفن وعن الدورية بتاعت العين. هنستخدم كل يوم الوصفة دي مساء. اتمنى يكون الفيديو عجبكو وان شاء الله تجيب نتيجة معاكم من تالت استخدام. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان فيديو